مرحبا وياكم احمد. اليوم عندنا تين ناضج. هذا التين اسمه كريفنز كريفن. تين جدا حلو، ينتج عسل بالعين. هذا شكل الورق، طبعا بيه يعني اوراق مختلفة، يعني مثلا هذه ورقة، هذه هنا ورقة، هذه ورقة، يعني ما بيها تقريبا اصابيع، يعني الورق اللي بيه ما بيه تقريبا اصابيع، يعني ورق غير نظامي غير منتظم. ما اعرف السبب، احتمال يعني فيروس فسيفساء التين، فيج موزيك فيروس يخليه شيء، هذا سبب الاوراق تكون غير منتظمة، الله اعلم. طبعا تين جدا حلو، سويت عليه السنة الماضية فيديو. من هو اخضر عينه تكون حمراء، يعني هذا احد المواصفات اللي تقدر تحدد الصنف من عنده. زائدا من ينضج يكون تقريبا لونه ارجواني واسود غامق، زائدا هذه النقاط اللي تكون بالقشرة. نشيله ونشوف شلون داخله. طبعا جدا ناضجة. اذا تريد تعرف التين ناضج او لا تمسك العنق، اذا العنق مرن يعني التين جدا ناضج. طبعا هذا نمل، نشيلها ونشوف شلون شكلها. ما طلعت عصارة التين، يعني ناضج. تشوفون شلون مرن من العنق. التين اول ما يبدي ينضج ينضج منه، وبعد 3-4 ايام ينضج للاخير. بس من الدنيا تصير شوية باردة بشهر العاشر، مو 3-4 ايام يلا ينضج، يحتاج 10 ايام يلا ينضج. تشوفون العسل، نخليها على الميزان نشوف وزنها ونقصها نشوف داخلها. شوفون العسل شلونه، سبحان الله. طبعا هذا رحيق، يعني رحيق هذا الورود اللي بالداخل. التين جدا طيب، بطعم توت عالي. اذا تشوفون هذه الخطوط البيضاء هذا ورد، وبنهايته تكونت البذور، وبعدين بالنص بهذا التجويف يجمع الرحيق. هذه البذور جدا مرنة، يعني ما تحسها بفمك لما تاكل التين. تين جيد جدا طيب، يعني بطعم جدا مميز، جدا حلو، وبطعم توت احمر. اشوفكم بعض الاشجار عندي كثير تين بدا ينضج، ان شاء الله اسوي فيديوهات كثيرة. اذا حبيت تشوف فيديوهات اكثر اشترك بالقناة، شكرا جزيلا.